صهريج مياه عجز سائقه عن السيطرة عليه على أوتوستراد المنصورية باتجاه المكلس، فقفز منه تاركا إياه يجتاح 6 سيارات ومحال تجارية على بعد نحو كيلومتر، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، نقلوا إلى المستشفى للمعالجة. حلقة رعب كادت تؤدي إلى كارثة، هكذا يصف شهود العيان الحادث. شكله في شيء صاير معه لأنه قرب وما كان عم بيوقف، فكرته جاي لعنا زبون. عم بقول لرفيقتي شو بو هالكاميون ماشي وفاتح الباب ما عم بيوقف. قربنا على الإزاز لقيناه عم بينط من رجع فيه رجيع، والشوفير ركض يعني نط من الهوا واختفى، وصار الكاميون شبق العالم لتحت تحت تحت. يعني من هون بناية 2 3 4 هذا بخمس بناية. الله ستر. الله ستر لأنه حرام. في ناس غبت عن الوعي، في مدام شبقها برامت برم في الرنج يبرم يبرم يبرم، اجوا شالوها نزلوها غبت عن الوعي. مثل ما شفتي كارثه وزمطنا منها، كان راح فوق 10 قتلة، اضرار اجت ماديه وما حدا سائل، نط من الكاميون هرب. ما بيصير، شو نحن بالادغال؟ المسؤول عن صيانة السهريج يؤكد أنه صالح للسير ولا يشوبه أي عطل، وأن ما حدث قضاء وقدر، لكن المتضررين يواجهونه. صارنا نسمع حكي من العالم أنه الكاميون ما بيتصلح، كاميون بلا فريمات. لا، أنا بدي أوضح الشغلة، في شيء اسمه قضاء وقدر. اليوم كاميون ماشي على الطريق بيصير شغلة، قضاء وقدر. سيارة جديدة موديل 2015-2020 عم تتعطل، نحن عم نعمل له صيانة دورية. هون بالمحل، هون والمحل فات أخذوا معه بالطريق وأخذ السيارة وأخذ الكل بضاعة بالمحل. كل العالم بيصير معه حوادث، ما منقول لا وساكتين، بس هو لمن إجا وما حدا يحكي وبلش شل العالم بتاكل لحمة. هو انفعال. أنا خليني بس، حضرتك متضرر سيارات، يعني هو كنتوا شهود عيان على الحادث، وين كنت موجود لما صار؟ لا، هون بالمحل، هون والمحل فات أخذوا معه بالطريق وأخذ السيارة وأخذ الكل بضاعة بالمحل. السائق أدلى بإفادته في مخفر برمانة، والحادث أضيف إلى سلسلة حوادث تسبب بها الشاحنات وتهدد حياة اللبنانيين يومياً، إما لعدم شرعية سائقيها وإما بحمولتها الزائدة، والواقع ينتظر أن تصبح الدولة على قدر الحمل. ليال بوموسى، قناة الجديد.